مساكم الله بكل خير حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج هروج ليست. حلقتنا هذا الأسبوع ستكون من إعداد متابعيننا الكرام، حيث قمنا عبر حسابنا الرسمي في تويتر استفتاءاتنا السنوية عن الأفضل في عالم المصارعة خلال العام، وكانت هناك مشاركات من قبلكم أنتم متابعين الكرام عن رأيكم لحال WWE خلال عام 2018. قدمتم لنا مشكورين قوائم من الإيجابيات والسلبيات، وقمنا باختيار المتكرر من مشاركاتكم، وحلقة هذا الأسبوع ستكون عن إيجابيات WWE في عام 2018. معكم أنا وهلان، وبسم الله نبدأ. تميزت عروض WWE في عام 2018 بعودة العروض المشتركة ما بين عرضي رو وسماك داون منذ عودة الدرافت في عام 2016، حيث أصبح يتصاعد رتم الإثارة والتشويق في العروض مع نهاية ربيع 2018 وحتى اختتام هذا العام. كان عام 2018 منذ انطلاقته وحتى اختتامه مليء بالمفاجآت، منذ عرض رول الاحتفالي بذكرى مرور 25 عام، وعرض سماك داون الاحتفالي بالحلقة 1000، بل حتى نهاية آخر العروض، حيث شهدنا عودة العديد من الأساطير والنجوم، يأتي في مقدمتهم شون مايكلز، ذا أندرتيكر، باتيستا والمكمان. من روائع عام 2018 تطور بناء الشخصيات لعدد من كبار النجوم، تحديدا شخصية البطل المكروه، وكان ذلك عن طريق النجم شينسكي ناكامورا واشتعال عداوته مع اي جي ستايلز وراندي أورتن عندما قدم احدى روائعه مع جيف هاردي، بينما كان تحول دانيال براين هو الاكثر صدمة عندما اصبح بطلا للدبليو دبليو اي، وكان تحول دين أمبروز آخر هذه التحولات عندما انقلب على سيث رولينز. منذ عام 2014 عندما انطلقت ثورة النساء وهي في ميزان الجماهير، حيث كانت النظرة سلبية تجاهها، لكن وخلال هذا العام تغيرت نظرة الجماهير حين تم تحويل شخصية بيكي لينش وتحقيقها للقب نساء عرض سماك داون ودخولها بعداوة مع شارلوت فلير، وكان ختام العام بفوز آسكا باللقب أضاف بعدا إيجابيا لتطور فئة النساء. لا شيء أعظم للمشجع العربي للمصارع في عام 2018 من الاتفاقية التي أبرمتها WWE مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث أقيم عرضين كبيرين في مدينتي جدة والرياض، حضر به عدد من كبار الأساطير والنجوم، وأقيمت بها بطولات خاصة وحصرية، مما يؤكد اهتمام عالي المستوى في هذه الاتفاقية.
وإلينا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، لا تنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب والشير، وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا بالساوند كلاود والآيتونز. شاركونا آراءكم تحت في التعليقات عن إيجابيات أخرى ترونها تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. كان معكم أهلان، ونلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، ودمتم بود.